بسم الله الرحمن الرحيم. أزور سيدي ومولاي ومعتمدي أبا عبد الله الحسين عني وعن والدي ووالدتي ووالدي والدي وولدي وإخواني وإخوان المؤمنين والمؤمنات ومن وجب حقه علي ومن قلدني الزيارة والدعاء. توجهوا بقلوبكم، هذه الزيارة عظيمة، زيارة très important. Vous avez vu la récompense de la dame qu'elle faisait toujours ziyarat Ashura pour l'imam al-Hussein alayhi salam. Grâce à elle, Allah a éloigné le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala de la cimetière où était enterrée cette dame-là. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، السلام على أمير المؤمنين، السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام على الحسن والحسين، السلام على علي بن الحسين، السلام على محمد بن علي، السلام على جعفر بن محمد، السلام على موسى بن جعفر، السلام على علي بن موسى، السلام على محمد بن علي، السلام على علي بن محمد، السلام على الحسن بن علي، السلام على الخلف الصالح المنتظر، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، عبدك وابن عبدك وابن أمتك الموالي لوليك المعادي لعدوك، استجار بمشهدك وتقرب إلى الله بقصدك. الحمد لله الذي هدانا لولايتك وخصني بزيارتك وسهل لي قصدك. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء،
السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلت، ولعن الله أمة ظلمت، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، يا مولاي يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء؟ غذتك يد الرحمة ورضعت 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 من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام، فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صريع العبرة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت فيك حرمة الإسلام، فقتلت صلى الله عليك مقهورا وأصبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا، وأصبح كتاب الله بفقدك مهجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله، نادوا إمامكم، أشهد أنك ترى مقامي وتسمع كلامي وترد سلامي. يا مولاي يا أبا عبد الله،
يا مولانا يا أبا عبد الله، قصدت حرمك وأتيت مشهدك، وقصدت مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه. إن شاء الله نزور زيارة علي بن الحسين وبعدين نسوي صلاة الزيارات إن شاء الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد ابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم ابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ولي الله وابن وليه، لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية، بك علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات. فلعن الله أمة قتلتك، وأبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. زيارة الشهداء، شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأودائه، السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار نبيه وأنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، يا أنصار أبي محمد الحسن الولي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم. صلوات الله عليهم أجمعين، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم فوزا عظيما، وفزتم والله فوزا عظيما، يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم في الجنان مع الشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة العباس بن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما، وأقدمهم إيمانا، وأقومهم بدين الله، وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك، فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. فنعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر، والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه، الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم، إنه حميد مجيد. اللهم لك تعرض ولزيارة أوليائك قصدت، رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد
وأن تجعل رزقي بهم دارا. يا الله خذوا الحوائج الآن. وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولة وذنبي بهم مغفورا واقلبني بهم مفلحا منجحا مستجابا دعائي بأفضل ما ينقلب به أحد من زواره والقاصدين إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله vous faites la deux rak'at de prière إن شاء الله pour le ziyara, c'est salat al-ziyara, la prière de ziyara, de visite de l'imam al-Hussein. Vous faites deux rak'at pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais Inch'Allah, vous faites comme un cadeau pour l'imam al-Hussein. Vous offrez ça à l'imam al-Hussein et à sa famille, Inch'Allah. Les récompenses, bien sûr. Vous offrez la récompense de cette prière à l'imam al-Hussein et sa famille, Inch'Allah.